السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي، أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم فلون بالكراميل بدون فون، كيجي رائع جدا في المذاق. غنحتاجو في المقادير 3 حبات من البيض، 3 ملاعق كبيرة من نسلي كراميل، 400 مليلتر من الحليب، وكأس ونصف من السكر لتحضير الكراميل. نبدأ على بركة الله. غادي نبدأ أولا بتحضير الكراميل. غادي نوضع السكر في كسويلة ونعمله على نار مهيلة. السكر بدا كيدوب، هانتوما كيما كتشوفوا. غنبدا نحركو شويه بشويه حتى يذوب تماما، ما يبقاوش الحبيبات ديال السكر، وحتى يتبدلوا اللون ديالو ويرجع ذهبي. دابا غادي نبدا في تحضير الفلان. غادي ناخذ البيض وغنفقصه في الطاسه، هكذا وغادي نضيف عليه دابا 3 ملاعق كبيرة مملوءة جيدا من نسلي كراميل، كيجي واحد المذاق رائع في هذا الفلان، وكتجي الطيبة ديال هذا الكراميل كتجي رائعة جدا جدا. غتجربوه وغيعجبكم بزاف. صافي، ودابا كنضيف الحليب حتى هو. وكنبدا نمزج العناصر كامله، نخلط مزيان حتى ينسجم البيض مع الكراميل والحليب، ما يبقاش الحبيبات ديال الكراميل. صافي، دابا العناصر كامله انسجمت مع بعضها. دابا غادي نجيب طاسه ديال الفلان اللي ديجا عملت فيها الكراميل. غنجيب دابا الصفاي وغادي نخوي فلان في الطاسه، هكذا. صافي، دابا غادي نجيب الالومنيوم وعادي نغطي فلان ديالي مزيان كامل. دابا غنجيب طنجرة تكون كبيرة على الطاسة اللي عندي فيها فلان، وغادي نوضع الطاسة في وسط منها، وغادي نجيب الماء وعادي نكب غير شوية الماء، ماشي بزاف، غير فقاع ديال الطنجرة. وغنوضعها فوق النار ونخليها لمدة ربع ساعة على نار متوسطة. صافي، دابا ها هو فلان ديالي طاب مزيان. دابا غادي نخليه يبرد شوية ونعملو في الثلاجة حتى يبرد مزيان. صافي، انا دابا جبت فلون ديالي من نبيرة، غادي نحيد له بابي الومنيوم. دابا غادي نجيب طبسيل اللي غادي نقدم فيه فلون وغادي نقلبو في الطبسيل غير بشوية باش ما يترش علينا الماء اللي كيطلقو الكراميل. هكذا، ها هو، شوفوا الشكل ديالو كيف كيجي، منظر رائع جدا. دابا غادي نقطعو باش تشوفوه من داخل كيف كيجي الشكل ديالو.
وصافي هنايا احبائي، غادي نكون وصلنا الى نهاية الفيديو. الى فيديو مقبل ان شاء الله. الى اللقاء.